لا تنسى أن تحضر ورقة وقلم وتسجل ما سنقوله في هذا الفيديو. سوف نتحدث اليوم عن a و an و the. a و an هما أدوات نكرة و the هي أداة معرفة. سنتعرف عن هذا فيما يلي. سوف نبدأ أولا ب a و an. a و an تستخدم قبل الأسماء والصفات ولكن تكون مفردة ومعدودة. ولكن ما معنى معدودة؟ معدودة هو الشيء الذي يمكن عده، فلا يمكن أن نضع A أو N قبل water أو rice أو milk أو sand، فلا يمكن أن نضع قبل المياه لأن المياه لا تعد، لأن الرز لا يعد، لأن الحليب لا يعد، لأن التراب لا يعد أيضا. ولكن يمكننا أن نقول bottle of water، زجاجة من الماء، زجاجة من الحليب. يمكننا أن نضع A قبلها لأنها تعد. يمكن أن نقول A bottle of water, A bottle of milk. نأخذ أمثلة على ذلك. I'm reading a book. I am reading a book. Book كتاب وهو اسم مفرد معدود، فنقول A. ولكن ماذا إن قلنا books وهو جمع؟ لا تأتي A قبل الجمع، فنقول I am reading books. I am reading books. لا تأتي A أو N قبل الجمع. ولكن ما الفرق بين A و N؟ N تأتي قبل الكلمات التي تبدأ بالحروف المتحركة، والحروف المتحركة هي A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. لنأخذ بعض الأمثلة على الحروف المتحركة التي يأتي قبلها N. I bought an egg. I bought an egg. نقول an egg لأنها أسهل في النطق، فلا نقول I bought a egg. حرفين متحركين وراء بعضهما البعض يكون من الصعوبة قولهما، فنقول I bought an egg. I bought an egg. أنا أقوم الآن بقراءة مثال، فأقول I am reading an example. أنا أقرأ مثال. لننتقل إلى the. تشير إلى شيء معين ولها نطقان. النطق المعروف وهو the، والنطق الذي ليس معروف إلى حد كبير وهو the. the تستخدم قبل الكلمات التي تبدأ بحروف متحركة، وهي كما قلنا A, E, I, O, U. نأخذ أمثلة على ذلك. لنفترض أنك قلت لصديقك منذ فترة أنك تريد أن تشتري سيارة، وأنت اشتريتها بالأمس، فتقول له I bought the car. I bought the car. أنت الآن تقول على السيارة أنها معرفة لأنه يعرف السيارة، فتقول I bought the car. أما إن كان لا يدري أي سيارة فتقول I bought a car. أنا اشتريت سيارة. أما I bought the car، أنا اشتريت السيارة. السيارة هو عنده علم بها. أما أنا اشتريت سيارة، أي سيارة، هو لا يعرف أي سيارة أنت اشتريتها. لنأخذ مثال على the. I am searching the internet. The internet. لأن الـ I هو حرف متحرك فنقول the. The internet. I bought the accessories. I bought the accessories. أنا اشتريت الإكسسوارات. Accessories في بدايتها حرف متحرك وهو حرف A، فنقول the. The accessories. The accessories. تستخدم أيضا قبل الأشياء الفريدة من نوعها أو التي يوجد منها شيء واحد، مثل the moon, the sun, the president. The moon القمر يوجد منه قمر واحد على كوكبنا هذا. الشمس يوجد منها شمس واحدة، فنقول the sun, the moon. president الرئيس، يوجد رئيس واحد في أي مكان، فنقول the president.